يا اخوان انت تحسون انه اكو ظلمه؟ مو راح يصير ظلمه؟ اوه راح يصير ظلمه، اتغير اتغير الجو اتغير. يابا صارت ظلمه بقى، الشمس راح، اوه صارت نجوم، حلو الجو. اللايتات مال السيارة مو قوية، لك صار الصدق ظلمه. اوه بقى السما مثلا شاد حاليا برا شاشة سكوب رقم 3، اريد اغيره مو الا ادخل على الجنطة، لا ادوس على هاي اختار سكوب رقم 6، راح يتغير تلقائيا. واو على هاي الحركات الرهيبة. سان هوك اسماء الموسيقى شباب، الهالوين، نعم انه الهالوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونهم الشباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي، واليوم راح نجرب وياكم البيتا مال لعبة بابجي، اصدار رقم 0.9، النسخة الانجليزية البيتا فقط وليس النسخة العالمية. طبعا بيها شغلات حلوة مثل ما تشوفون هاي الواجهة الرئيسية مال اللعبة، يعني للأسف صورت فيديو بس صار بي خطأ، صار بي صورة صغيرة وهاي، فراح علي، يعني كان شرط العصر بس راح علي. المهم الجرافيك بهنا الميني ميون ثيم، هي تقدر تغير الخلفية مال الشاشة او اللعبة، تقدر ترجع على العادية او تروح على الجرافيك مرة ثانية تشغل هاي. اوكي هاني رجعت على الثيم مال الهالوين. بيه شغلات اضافية هنا مثلا، خلينا نشوف الاريكيد مقفول حاليا، المنظور الشخص الاول حاليا ماكو شي هنا. هنا الصورة هاي مال الطيارة الكلاسيك، مرسوم هنا مثل الهلال اسود او شمس، يعني شلون وضع اليد، يقول لك هنا to go انتو نايت مود، يعني تقدر تحول على هو المود يتغير، يعني بالنهار انت من تمشي هواي هواي راح يصير ظلام. هاي اضافة حلوة راح نشوفها هسه. بالنسبة للشوب ما بي شيء، الرويال باس نفسه ما بي شيء جديد حاليا، الملابس ما يبين بها شيء. الاسلحة بالنسبة للسلاح اللي هو السلاح الجديد ضافونه، هذا السلاح اللي راح يضيفوه قريبا في النسخة الانجليزية تحديث رقم 0.9. حاليا ما بي شيء مميز اكثر من هذا، لان الشوب ما نقدر نشوف الملابس، اكيد اكو ملابس همين. طبعا احنا بالاعدادات ضافوا شغلات قوية وغريبة، راح نشوفها سوا، راح نشوفها سوا. طبعا احنا سوا بالاعدادات، زائد هنا اللانجوج ضافوا باللغة الصينية، مو الصينية لا، هذا الخيار الجو الطانية باللغة العربية والانجليزية. الصور هنا يعني انا دققت زين، انه دورت انه لقيت انه هل تختارها بها العربية اثنين، ما يصير تختار اللغات اللي تريد اللاعبين يظهرون لك باللعبة، مثلا العربية ما يصير، لازم لغتين مختلفة، يعني different، يقول لك a different language، يعني لازم لغات مختلفة. مثلا تختار مو شرط انجليزي، مثلا اختار الصيني او الياباني، اذا شوف صدق يعني حيطلعون لاعبين مثلا عرب وصينيين. حاليا هاي الاضافات الرئيسية باللعبة، راح ندخل جيم بلاي وان شاء الله يصير عندنا المود الليل. ومثل ما قلت لكم السلاح الجديد ضافوا لنا اياه اللي هو الكيو بي زد، لا مو هذا، يعتبر من القناصة اللي هو هذا سلاح الكيو بي يو، هذا موجود فقط في ماب سان هوك، يعتبر بديل لسلاح الميني 14. اوكي طبعا انا منزله قبل النسخة السابقة للبيتا، بس شنو من غيرت الجهاز معلومات الخزن اختفت عندي. اكو صور جديدة تظهر باللعبة، هاي الصورة الجديدة اتوقع حلوة. امين عندك انه الواجهة صار بيها او الساحة مال الانتظار حاطين بيها هاي اليقطينة، نص الصوت. طبعا اكو قنابل هنا مال اليقطينة، المفروض هاي طوبة، لا طوبة شنو بيها، هاي مطوبة والله. ايوه طقت هاي اليقطينة موجودة، حلو تعتبر بديلة للقنابل تنفجر. ايوه تشو تراك اور تشيكن، حلو تشو، حلو هاي، حلو هاي.
اوكي، الجو مو طبيعي شوية. ده احس انه هذا الوضع الليلي او النايت جو مود. جو الليل. هسه راح نتأكد. وهذا كوا قريب، كوا قريب. اوه بوت، بوت مبين. I got supplies. اي والله شكرا على السكوب. من الصور هاي؟ لا في شي. يا اخوان تتحسون انكو ظلمه؟ مو راح يصير ظلمه؟ اوه راح يصير ظلمه. اتغير اتغير الجو، اتغير يابا. صارت ظلمه بقى، الشمس راح. اوه صارت نجوم، حلو الجو. رادي لايت، رادي الضوء الليلي. اوب رادنا النسكوب ليلي. يلا حلو الإضاءة مال السيارة هاي حلوة، بس الجلوب مو قوي، اللايتات مال السيارة مو قوية. لك صار الصدق ظلمة. اوب على السما، ايش دا يشوف هذا؟ زين هسه انا بالسيارة اقدر اتعالج. اي زين اقدر اتعالج انا بالسيارة. واخيرا هاي مال سكوب لقيتها، صار لي ساعة ادور ادور ادور. طلعت هاي بالصينية اسوي لها انيبل. طلعت هاي مال سكوب يم الباب. هذا تشوفوه شباب بس ما مبين، حرامات انه من تدوسه. مثلا تياس سلاح حتى حاليا شايل، تستخدم مثلا تياس كوب شايل، راح تغير. شفت شلون غير على غير سلاح؟ مثلا مثلا انا استخدم هذا النيشان، ما يحتاج اروح للجنطة حتى اغير، لا مجرد انه بس ادوس هنا. مثلا غير على سكوب 6، راح يغير بالسلاح يسوي سكوب 6. مثلا سكوب رقم 2 راح اغير، راح اغير تلقائيا. اكو واحد يرمي علي منه موت. شلون شافني هذا البوت؟ بس هو بوت. ما عندك الناظور الليل؟ لا مثلا شفتها انه لا بيها سكوب صغير، بيها سكوب العادي رقم 1 او 2. ادوس عليه هاي مال سكوب رقم 6 اختار قبل يغير. هاي الفيكة كلش حلوة. اوكي خلينا ندور شوية اكثر، خلي يصير نهار. الخيال مالتي يبين على البنايات شلون حلوة. واو الظل حلو. هيو ماشي. اكو دروب جاي وانا الطيارة. ما قلتش الطيارة؟ اي دروب نازل. اكو واحد قريب علي الثاني، والله ما ادري اشوفه بالقوة. هياتي يا اخوان ما اشوف بالقوة، والله بالقوة ده اشوفه بدون هذا الناظر الليلي. هذا السلاح جديد، الام 762 هم جديد يعتبر. ليل. ايوه صوت الديج. سمعتوه؟ يعني من صدق اضافات رهيبة، ان صوت الديج بالنهار وبالليل صوت البومة. يا اخي يحبوني. اوكي خلنا نوصل للدروب اخر مرة وبعدين راح اشرح مرة ثانية مال السكوب. المفروض اكو ينبطح. اوه ما ادري جربتها راسا. باعوا شباب، باعوا هاي الفيكة. ايوه راسا شمال نفسي، والله حلوة الحركة. باع. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوه شلون ينبطح، حلوة الحركة. باع. شطان. اوه
شكرا شكرا، ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. ناظور الليل الطالب بس بعد شي يجي بالليل. شكرا، ما اعرف من هذا، هو شكله بنيه. بنيه لو ولد، اذا بنيه قمزي، اذا ولد نام. ليتس جو ليتس جو. يلا بقى شباب، مثلا دا اركض يشوفون نفسي راسا، حركه رهيبه. والحركه الثانيه مثلا انا شاد، اوكي كواد وراي. مثلا شاد حاليا برا شاشة سكوب رقم 3، اريد اغيره، مو الا ادخل على الجنطة، لا ادوس على هاي، اختار سكوب رقم 6، راح يتغير تلقائيا. واو على هاي الحركات الرهيبة، بابجي بابجي رقم 1 وليس فورتنايت. بس يقولوا ايش جا فورتنايت؟ بدي اشوف ايش بدي اسوي. طبعا الالوان الجرافيك تحسها مال الحاسبة صارت يعني رهيبة، هاي خاصة في النايت مود. طبعا بالنايت مود تغيرت هواي الالوان الجرافيك رهيبة. اوكي اكشي هنا. كامي تو كوسيتا كامي تو كوسيتا اي كامي تو كوسيتا كامي تو كوسيتا اي كامي تو كوسيتا.